مرحبا اصدقائي، ساشاركم طريقه سرقه ومضمونه لربح بطاقه جوجل بلاي، وساضع لكم كود بطاقه جوجل بلاي 10 دولار اسفل هذا الفيديو. وان تكون مشترك بالقناه من قبل فندعوك للاشتراك بالقناه مع تفعيل الجرس ودعمنا بمجرد لايك. اتمنى الفيديو لازيد من 1000 لايك انه يستحق ذلك. والان نترككم مع الفصل التالي. إذن باش أصدقائي، وقبل المرور إلى الشرح أشارككم إثبات سحب لتطبيق بوكر 2048 نزلته قبل يوم بالقناة. البعض منكم قال أن التطبيق نصاب، لذلك أردت أن أشارككم إثبات سحب لكي أزيل الغموض، وأتمنى أن لا تحكموا على التطبيق قبل أن تشاهدوا الشرح. طبعا بالنسبة لإثبات السحب أنزلها دائما متأخر بمنتدى القناة، لأن التطبيق أحيانا يتأخر في الدفع لي. إذن أصدقائي، تطبيق صدق موثوق بالنسبة لشرح هذا الفيديو تجدونه كذلك في صندوق وصف هذا الفيديو. نمر إلى شرح تطبيق اليوم وتطبيق صدق موثوق. طبعا جميع الرابط يجون اسفل هذا الفيديو. تطبيق اصدقائي يمكنكم الربح بطاقات جوجل بلاي وطرق سحب كثيره من رصيد باي بال او بطاقات امازون. للباي بال يدفع، للغير مفعل وكذلك للمفعل. اذا اصدقائي نقوم بتحميل التطبيق، بعد تحميله ستظهر معك هذه الواجهه. هنا صديقي سيعطيك 5000 كونز، يعني عندما تقوم بالتسجيل اول مره طبعا تساوي 1 دولار. ننقر على كلمه اوكي امامكم. طبعا هنا صديقي سيعطيك قائمه في الالعاب. الطريقه الاساسيه للاشتغال في التطبيق هي عبر اللعب. هنا انظر معي صديق العزيز، يقول لك قم بتحميل التطبيق وقم بلعب تطبيق بلاي داجرز، تقوم باكمال ليفل، تتحصل على الكونز. ننقر على كونتينيو اصدقائي. طبعا هو سيقوم بتحويل كلمات جوجل بلاي. تقوم بتحويل هذا التطبيق في 30 ميجا. بعد تحميل هذا التطبيق سيفتح معك هذه الواجهه. طبعا كما شفنا اصدقائي، ننقر على كلمه بلاي هي امامكم وتقوم ببدء اللعب. طبعا انت يجب عليك ان تقوم بتحميل التطبيق كما قلت لكم سابقا اصدقائي. قوموا بتحميل التطبيق عبر متجر جوجل بلاي لكي تظهر معكم اللعبه. طبعا كما شفنا اصدقائي، في كل مره ستقوم باللعب يطلب منك اكمال بعض الليفلات او المراحل. امامكم اصدقائي تقوم باكمالها، وفي كل مره تقوم باكمالها سيعطيك نسبه من الكونز. طبعا سانقر على كلمه ريستار واعيد نفس الليفل امامكم اصدقائي. كما شفنا نكرر نفس العمليه. طبعا اصدقائي بعد ان تقوم باللعب نقوم بالعوده الى واجهه التطبيق امامكم. هذا هو نشاهد كيف تم اضافه النقاط او الكونز في الحساب الخاص بنا امامكم 88 كونز. طبعا انت صديقي في كل مره تقوم باللعب اما عبر هذه اللعبه او عبر اللعبه الثانيه السوليتير او ماج بلوك او بقيه الالعاب الاخرى التي ستقوم بتحميلها طبعا في الهاتف الخاص بك. عندما تقوم باللعب في كل لعبه وتقوم بالمرور الى ليفل جديد يعطيك نسبه من الكونز. يعني صديقي انت ستحصل على الاقل في اليوم 100000 كونز تحصلها في اليوم اقل شيء في هذا التطبيق، لأنه يعطيك نسبة من الكونز ونسبة مرتفعة جدا. وأهم شيء أن التطبيق صدق موثوق وليس نصاب، أي أنك ستشتغل وفي الأخير ستقوم بالسحب عبر بطاقة جوجل بلاي أو رصيد باي بال، وهكذا هي طريقة الاشتغال. طبعا بالنسبة لبقية الألعاب الأخرى صديقي العزيز، مثلا البرنينج مان ماذا يطلب منك؟ تنقر على كلمة بلاي أند إيرن، سيقول لك قم بتحميل التطبيق أول شيء من متجر جوجل بلاي. تقوم بتحميله، يعني تنقر على كلمة داونلود. بعد تحميل صديقي سيفتح معك التطبيق مباشرة. تقوم باللعب، في كل مرة تقوم باللعب تمر إلى ليفل جديد يعطيك الكونز يتم إضافتها في الحساب الخاص بك هنا صديقي العزيز، وبالتالي يمكنك سحبها فيما بعد عبر طريقة السحب التي تريدها كما قلت لكم سابقا بتطبيق جوجل بلاي أو طرق سحب كثيرة. بالنسبة لبقية الخانات الأخرى في التطبيق، هنا صديقي يطلب منك المرور إلى ليفل جديد لكي تتحصل على الكونز. يعني كل مرة تقوم بالمرور إلى ليفل جديد يعطيك نسبة كبيرة من الكونز. هنا صديقي إذا قمت بالتسجيل عبر الفيسبوك أيوة أمامكم، نقر كلمة لوجن تو ذا أب، يعني تقوم بالتسجيل عبر الفيسبوك وسيعطيك 200 كونز. نعم صديقي، تنقر على كونتينيو وتقوم بربط حسابك في الفيسبوك وتتحصل على هذه النقاط بالمجال. هنا واتش فيديو 4 دولار، هنا صديقي تقوم بمشاهدة إعلان، كل إعلان يعطيك 150 كونز، يعني شيء جميل جدا. تصور معي صديقي أنك تشاهد بعض الإعلانات البسيطة في اليوم تتحصل الكونز، أو تقوم بوضع تطبيق أوتو كليكر وهو سيقوم بعملية النقر وتترك الهاتف الخاص بك يعني في الليل، وستجد تقوم في الصباح تجد أنك وصلت صديقي إلى 20000 كونز أو أكثر من ذلك بكثير. يعني تطبيق رائع جدا. هنا صديقي تقوم بعمل فولو لهم تتحصل كذلك على الكونز في الحساب الخاص بك. كما شفتم اصدقائي تطبيق سهل جدا لا يستحق الكثير من الشرح. يعني الطريقه الاساسيه هي عبر اللعب عبر هذه الالعاب، وكل ما تقوم باللعب والمرور الى مستوى جديد اي ليفل تتحصل على الكونز، وهكذا هي طريقه لا تستحق يعني لا تستحق تفسير كبير جدا. بالنسبه لاخر شيء صديقي وهي كيفيه سحب الارباح، نقرا كلمه كاش اوت. طبعا صديقي بعد النقل على كاش اوت ستظهر معك طرق سحب كثيرة. أول شيء الباي بال يدفع للمفعل والغير مفعل، يعني الكونز التي ستجمعها
تحولها صديقي مباشرة إلى حسابك في البيبال وأنت وطريقة السحب التي تريدها، عندك بطاقة أمازون كذلك وتحويل بنكي وبطاقة جوجل بلاي. بالنسبة لبطاقة جوجل بلاي الحد الأدنى هي 25 دولار بطاقة و125 ألف كونز صديقي العزيز ستحصلها في أقل من يومين. يعني لا تقول لي أنك لن تحصل هذه الكونز لأن التطبيق يعطيك الكونز بعدد كبير جدا وبالتالي تحصل البطاقة الخاصة بك. هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو أصدقائي، أتمنى منكم جميعا أن تشاركوا هذا الفيديو والطريقة مع أصدقائكم لأنني لا أبخل عليكم بطرق صديقة موثوقة، وأهم شيء أنني أبذل مجهود كبير أصدقائي لأنني أشارككم تطبيقات وأبذل جهدي كي أوصل لكم مثل هذه التطبيقات الصديقة موثوقة. وأترككم في ذمة الله وإلى اللقاء في فيديو جديد من مدرسة الأرباح.